السلام عليكم، معكم دكتور الصيدلية محمود قريطم. النهاردة جبنا لكم حاجة غير تقليدية بتساعد على سد الشهية وبتساعد كمان على زيادة الحرق، وكمان بتساعد على التخسيس بطريقة فعالة ومتميزة. النهاردة معانا دوايين مختلفين جدا، ويمكن مفيش حد مداوم كتير لكن بيجيبوا مع الناس نتائج فعالة ومتميزة. معانا أول منتج اللي هو شيتو جري كبسولات. زي ما حضرتك شايفين شيتو جري كبسولات، من اسمه شيتو جاي من الشيتوزان، مادة الشيتوزان، وجري جاي من الشاي الأخضر، جاي من الشاي الأخضر الجرين تي، كمان في مادة الكروميوم. طب يا دكتور فايدته إيه أو بيعمل إيه؟ الشيتو جري في مادة الشيتوزان، الشيتوزان المادة دي موجودة في القشريات وموجودة في المحار وموجودة في الأصداف، زي الجمبري وزي الجندفلي وحاجات كتير بيستخلصوها. المادة دي الحاجة الجميلة اللي فيها لما يستخلصوها بيسيبوا عليها بيظبطوها ويحطوا عليها بيبقى شحنة موجبة. بتيجي لما تخش الجسم الدهون عليها شحنة سالبة تمسك في الدهون، فالدهون ما تمتصش وما تروحش للدم فتنزل مع البراز. عشان كده المادة دي فعالة جدا، مادة الشيتوزان من المواد الفعالة جدا اللي بتساعد على حرق الدهون بطريقة فعالة ومتميزة. المادة التانية اللي هو الشاي الأخضر، وحضراتكم كلكم عارفين الشاي الأخضر وقدرته الشديدة على سد النفس وقدرته على زيادة الحرق بطريقة جميلة. كمان الكروميوم، الكروميوم ده عنصر فعال جدا بيساعد على خفض نسبة السكريات في الدم، وإنه بيحول السكريات أو الكربوهيدرات لطاقة وبيظبط نسبة السكريات في الدم. فحاجة فتعتبر الدواء ده الشيتو جريم تركيبة ثلاثية المفعول بتجيب نتائج فعالة جدا. طيب عبارة عن العلبة 3 شرايط زي ما حضرتك شكل الشريط اهو، شيتو جري كبسول. العلبة ب54 جنيه، الشريط ب18 جنيه. تمام، استعماله كبسولة قبل الوجبات، كبسولة قبل الفطار، وكبسولة قبل الغداء، وكبسولة قبل العشاء بربع ساعة، ولازم اخد معاه كوبايتين مية كبار. النقطة اللي عايز اقول عليها ان الشيتو جري امان وملوش اعراض جانبيه، بس في تحذير صغير ان مرضى القلب والاوعيه الدمويه ومرضى فرط النشاط هنستخدمه بس بحذر، هنستخدمه بس بحذر. شرط ان يكون وظائف القلب كويسه، شرط ان يكون الغده الدرقيه مظبوطه، استعمل الدواء ده مفيش مشاكل. النقطه اللي بعد كده ان انا لو باخد مكملات او فيتامينات فيها فيتامين الف وفيتامين د وفيتامين ه وفيتامين ك، لازم اقل حاجه افصل ما بين الدواء والفيتامين دي اقل حاجه ساعتين، اقل حاجه ساعتين. تمام، الدواء ده فعال وبيجيب نتائج مع ناس كويسه. طب يا دكتور احنا اتكلمنا على اول منتج اللي هو الشيتو جري كبسول، المنتج الثاني معانا اللي هو الالترا سليم كبسول. الالترا سليم كبسول ده بقى تركيبة تحفة وتركيبة جميلة جدا جدا، لان في الشيتوزان احنا اتكلمنا عليه خلاص، وفي خلاصة القهوة الخضراء اللي بتساعد برضو على زيادة الحرق وسد الشهية بطريقة جميلة جدا، كمان في الكروميوم، وعرفنا دور الكروميوم انه بيظبط قلنا مستوى السكر في الدم ويحول السكر لطاقة فيقلل نسبة السكريات في الدم، كمان في خلاصة ثمرة الجارسينيا كامبوجيا، وحضراتكم عارفين ثمرة الجارسينيا دي اللي بتساعد على زيادة معدلات الحرق وسد الشهية بطريقة كبيرة جدا، وموجودة في منتجات كتير، موجودة في الكروماكس وموجودة في منتجات كتير خالص. تمام، كمان فيها خلاصة الفلفل، والفلفل هنا لقوا ليه قدرة جميلة جدا على حرق الدهون. كمان في ال كارانتين، والال كارانتين برضو ابحاث حديثه وجديده وجدوا انه بيساعد على زياده الحرق. عارفين ال كارانتين ده من الحاجات اللي موجوده في الكبد اللي بيتصنع من الكبد والكليتيه، وموجود في العضلات وموجود في المخ وموجود في السائل
المنوع عند الرجال وبيساعد على الخصوبة، لقوا ان المادة دي بتساعد على زيادة الحرق. الالترا سليم كبسول، العلبة 3 كبسول، العلبة 3 شرايط، علبة الالترا سليم 3 شرايط اهو زي ما حضراتكم شايفين شكل الشريط تمام. برضو بيتاخد كبسولة قبل الاكل بربع ساعة 3 مرات في اليوم، ويتاخد معاه كوبايتين مية كبار. نفس التحذيرات قلنا ده امان جدا، برضو نفس التحذيرات اللي قلناها في الشيتو جري هي نفس التحذيرات اللي موجودة بالظبط او اللي بتطبق بالظبط على الالترا سليم كبسول. الالترا سليم العلبة 105 3 شرايط، يعني الشريط حوالي 35 جنيه. العلبة 3 شرايط ب 105، الشريط ب 35 جنيه. عايز نقول حاجة بقى، ناس كتير بيقولوا ان احنا لما بنستعمل ادوية التخسيس بيحصل لنا دوخة ودوار وبيحصل همدان، وده لان ادوية التخسيس بوجه عام برضه بتقلل امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، اللي هو فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين كاف. الفيتامينات دي جسم محتاجها، عشان كده لازم ناخد الفيتامينات دي في اي مكمل غذائي في وقت غير وقت الدواء، زي ما احنا قلنا في وقت غير وقت الدواء. ممكن ناخد زي الابو فورتيل، زي الرويال في جي كبسوله بعد الفطار. طب يا دكتور ده هيزود معايا الوزن لانه فيتامينات؟ لا مش هيزود الوزن، انا بس بعوض النقص اللي بيحصل في الفيتامينات. الترا سليم كبسول وشيتو جري كبسولات، الاثنين دوايين تركيبتين متميزتين جدا، بيساعدوا على زياده الحرق، بيساعدوا على سد الشهيه، بيساعدوا على فقدان الوزن بدرجة كبيرة. يا تستعملوا شيتو جري كبسولات، يا تستعملوا الترا سليم كبسولات. طبعا النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتمارين الرياضية من الحاجات اللي احنا قلنا لازم عليها. اي دواء مش هيجيب نتيجة الا مع نظام غذائي والا مع ممارسة الرياضة بصورة يومية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.